جديدة من عالم الطاقة نأخذكم خلالها في جولة على المباني الصديقة للبيئة أو ما يعرف بالأبنية الخضراء. يتسبب قطاع التشييد والبناء بقسم كبير من التلوث البيئي، ويستهلك قدراً لا يستهان به من مواردنا الثمينة والمحدودة، الطاقة والمياه. وهناك فرص ضخمة لتقليل هذه الآثار عبر التوجه نحو البناء الأكثر استدامة. تشهد الدول العربية نمواً ملحوظاً في الطلب على مواد البناء الخام الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع خطط الحكومات نحو توسيع انتشار الأبنية الخضراء والتنمية المستدامة. فما هي الأبنية الخضراء؟ وما الذي يميزها عن الأبنية التقليدية؟ هي الأبنية المستدامة التي تعتمد المنتجات والممارسات الصديقة للبيئة في مراحل التصميم والتنفيذ والبناء والتشغيل والصيانة. وتتميز الأبنية الخضراء بعدة مواصفات، هي كفاءة استخدام الطاقة، التصميم البيئي للمبنى، كفاءة الموارد وإدارة النفايات، حيوية المباني والراحة الإنسانية، كفاءة استخدام المياه. وعلى الصعيد العالمي تقلل الأبنية الخضراء استهلاك الطاقة بنحو 40 إلى 50%، كما تخفض الانبعاثات الضارة بنحو 35%، وتقلل من استهلاك المياه بنحو 40% أيضاً. فيما تعتبر المباني التقليدية مسؤولة عن استهلاك 40% من إجمالي الطاقة و 30% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و 25% من استهلاك المياه، بالإضافة إلى 40% من النفايات والمخلفات. وتشير التقديرات المتخصصة إلى أن سوق المباني الذكية في العالم سينمو من 7 مليارات دولار في عام 2015 بنحو 38% إلى 36 مليار دولار في 2020. وللوهلة الأولى تظهر الإحصاءات أن تكلفة إنشاء الأبنية الخضراء تفوق نظيرتها التقليدية، لكن الفائدة على المدى البعيد تظهر العكس، خصوصاً مع إشارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم بحاجة إلى بناء 1 مليار منزل مع نهاية 2050. مدينة مستدامة في دبي تقع على مساحة 46 هكتاراً، ضمت المرحلة الأولى منها 5 تجمعات سكنية بإجمالي 500 وحدة، جميعها مغطاة بالألواح الشمسية صممت بمعايير بيئية. رعينا بالتصميم استخدام المواد البناء الخضراء لتخفيف الطاقة الكهربائية ولتخفيف صرف الطاقة الكهربائية، ورعينا بالتصميم أيضا تجاه الشمس واتجاه الرياح، وكل هذا لتخفيف ضغط التكييف وتخفيف الطاقة الكهربائية. وكما وفرنا في كل بيت أدوات كهربائية توفر الطاقة. المدينة المستدامة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية أضافت إلى تصميمها البراجيل كعنصر من التراث المحلي لتبريد المساحة المحيطة بها، كما اعتمدت على مصادر الطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتها من الكهرباء. المدينة لديها 50,000 متر مربع من الألواح الشمسية تنتج 10 ميجاوات بير بيك أور، وهي كافة ما تستخدمه المدينة من الطاقة الكهربائية ينتج عن طريق الطاقة الشمسية، الألواح الموجودة على تغطية الجراجات وأسطح البيوت. طبعاً احنا كمان ننتج الطاقة الكهربائية الخضراء لشحن السيارات الكهربائية التي تستخدم في المناطق الخالية من السيارات العادية لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولخلق جو صحي بيئي خالي من أي تلوث. طبعا البيوت هي توفر بالطاقة الكهربائية من 50 إلى 80% من فواتير الكهرباء للبيوت العادية الموجودة في دبي. ويتضمن المشروع 11 قبة بيولوجية تستخدم في زراعة الأعشاب العضوية،
فضلاً عن مركز للفروسية ومركز للتسوق وملاعب. لدينا 11 قبة بلاستيكية منتجة للخضروات والأعشاب، تنتج كافة احتياجات السكان من الأعشاب، ويوزع المحصول على السكان، والباقي من المحصول يباع للزوار في السوق التجاري الموجود في المدينة. وتتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع التي سيتم إطلاقها في 2018 إنشاء فندق صديق للبيئة ومدرسة خضراء، بالإضافة إلى مركز للابتكار بهدف إجراء البحوث المتقدمة في مجال المعيشة البيئية. للحديث أكثر عن الأبنية الخضراء ينضم إلينا من دبي السيد جورج برباري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي سي برو للهندسة. سيد برباري، أهلا وسهلا بك في عالم الطاقة. بداية، من خبرتكم ومتابعتكم للقطاعات الهندسية والإنشاءات في منطقة الخليج، ماذا يمكن أن نقول عن نمو قطاع الأبنية الخضراء إذا صح التعبير، ومقارنة هذا النمو على صعيد المنطقة بما يجري عالميا في هذا المجال؟ نعم، النمو بطيء شوي كان بالشرق الأوسط، بدأ بالعالم باليو اس جرين بيلدينج بالتسعينات، وقت صديقي ريك فدريزي أسس اليو اس جرين بيلدينج، وانتقلت لدبي بال 2005-2006 هالحركة هيدي، وكانت نشيطة ببدايتها لعد ما اجت الأزمة الاقتصادية، صار في تباطؤ فيها، واجت بعدين حل محلها التشريعات المحلية مثل الاستدامة بأبو ظبي والقوانين الأبنية الخضراء بدبي وجي ساس بقطر، واستمرت بس اليو اس كريم بيلدينج بس المملكة العربية السعودية، حيث هناك نمو لا بأس فيه، بس بعضهم ما بيشكلوا أكثر من 3-4% من مجمل الأبنية اللي عم تنبني بالمنطقة. طيب، ذكرت التشريعات المحلية، يعني برأيك ليس من الضرورة أن يكون هناك تشريعات محلية مختلفة عن ما يجري عالميا، لأنه في خصوصية للدول من حيث المناخ، من حيث الطقس، من حيث الطبيعة؟ طبعا في خصوصية، ومن هيك بالخليج كان في تشديد على توفير المي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، بأغلب التشريعات شددوا كثير على توفير المي، وحقيقة نجحوا بهالتشريعات هيدي بتخفيف المي، إنما بالكهرباء الطاقة الكهربائية التشريعات ما كانت كافية، بعدها فينا نقول لطيفة وتأثيرها على تخفيض الاستهلاك بعده بأول الطريق، ممكن نعمل أكثر بكثير من هيك. طيب، ما أبرز الممارسات؟ نعم، تفضل سيد برباري. التشريعات ما حددت أرقام واضحة للمهندسين ولا الملكين بالنسبة للاستهلاك، كانت عامة وبتشمل نقاط، وكان صعب فهمها من أغلب الناس، يعني من الناس العاديين حتى من المهندسين، 90% من المهندسين ما يفهموها بشكل واضح، ما يعرفوا شو لازم يعملوا ليحسنوا هالأبنية، غير انه هالتشريعات اللي حاطينها يقدروا يصمموا حسب ما ياخذوا موافقة عليها فقط لا غير. طيب، ألا يمكن اعتبار هذه التشريعات خطوة أولى لتغيير ثقافة بناء كاملة في المنطقة؟ صحيح، بس أنا بقدر أقول لك من تشريعات اللي شفتها بالخليج بال 25 سنة، أكثر تشريع عطى نتيجة كان تشريع عزل المباني، حيث دغري انخفضت استهلاك الكهرباء 30% بالأبنية، إنما تشريعات جديدة تبع البنية الخضراء بعدها مش كافية من جهة، ومن جهة تانية بينقص المعرفة والبحث العلمي مثل الجيوثيرمال أو استخدام المياه المش عميقة كتير للتكييف، طالع كمان كيف نستخدم الطاقة الشمسية اليوم وتطورها بالتكييف بطريقة سليمة، كمان بعد العلم والبحث العلمي مش كافي،
نقصنا كثير بعد بهالمجال. طيب، تراجع تكلفة الطاقة المتجددة اليوم سيد جورج، وعلى صعيد المنطقة هناك مبادرات كثيرة، وخصوصا يعني كان في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة. تراجع تكلفة هذه المصادر ألم يساعد في التوجه يعني أكثر نحو الأبنية الخضراء؟ طبعا اليوم بتعرفي اخر مناقصه لحكومه دبي حققوا بي بي او او 800 ميجا وات، اخذوا سعر 3 سنت للكيلو وات اور، بما بيشكل نص التكلفه او اقل من الطاقه التقليديه. وهالشيء هذا وبالسعوديه كمان من سنه حققوا 5 سنت، ودبي من سنه شوي 5.8 سنت، والانخفاض مكفي. هالشيء طبعا حيساعد، بس انه الطاقة الشمسية مش لازم نهدرها كمان. بأي طريقة ننتج الطاقة جيد خاصة تكون متجددة، إنما بالأبنية لازم نوفر. هلأ الشغلة الثانية اللي بدك تزيد إلى أنه الطاقة الشمسية متوفرة 6 ساعات فقط بالنهار، وفي تشالنج كيف نخزنها. نحن كدي سي برو قايدين طريق جديد أنه التخزين، لأنه 55% من الطاقة حرارية كان تبريد 50% بالخليج، عم نخزن هاي الطاقة بطريقة المي الباردة بخزانات فوق المبنى أو فوق الفيلا أو فوق أو بمحطة مركزية مثل التبريد المركزي. هل طاقة بنسميها انترميتنت أو متقطعة كالطاقة الشمسية هتغير كتير من طريقة تصميمنا للأبنية وتصميمنا للتكييف بالمستقبل. طيب سيد جورج، ذكرت موضوع التصميم. نعم، ذكرت موضوع التصميم. ما أبرز الممارسات التي تعتبرها اليوم يعني يجب أن تتغير، يجب أن تحدث في التصميم؟ نعم. وفي تنفيذ البناء على صعيد المنطقة لتكون الأبنية أكثر صداقة للبيئة؟ الزجاج في هوس فوق الطبيعة بكمية الزجاج المحطوطة بالأبنية والبيوت. عم نلاقي أبنية 70% من مساحتها زجاجية بيكلف متر 400 دولار، بينما الحائط المعزول عم بيكلف تقريبا 120-130 دولار متر، يعني ثلث الكلفة. زجاج بفوت طاقة 10 أضعاف الحائط المعزول. هلأ نحن منحب الزجاج بكثرة وبهوس شديد، عم بيأثر على التكلفة الأولية، عم بيرفعها، عم على الاستهلاك اللي هون. هلا في مثل الفيلا اللي فينا نحط رولينج شاتر، بيكون واحد رايح إجازة شهرين بالصيف مثلا العائلة ممكن يسكرون، يخففوا 70-80% من الطاقة بتفوت بالزجاج. بالأبنية ممكن يتخفض الكمية لل 40% بدل 70، وينعمل طريقة لخلق شادو أو خيالات فوق الزجاج لتخفيض فوضى الزجاج. هيدي الأكثر شيء عم نعاني منها، والتشريعات هون جربوا يحطوها مرة ليحددوا 40% من نسبة الحوائط تكون زجاج للأبنية التجارية و20% للسكن. حتى إمارة أبو ظبي حوالي 30 و15، بس لقيت ممانعة شديدة من السوق. يعني كنحن كأفراد مش كمهندسين بنحب الزجاج، وكأنا من زوجتي بتحب الزجاج، بتحب الضوء، والمهندسين الأركيتكت بحبوا الزجاج كمان. في طريقة مثلا بالأبنية ضل حديثي، يحطوا هالكلادينج الألمنيوم بس بحسب التشريعات الجديدة، لأنه القديم كان عم بيسبب باحتراق المباني. الجديد اليوم أنواع جديدة ما بتساهم بالاحتراق، بضل مبنى يعطي هالمبنى الحديث وبتخفيض الكلفة وبتخفيض استهلاك الطاقة. شكرا جزيلا لك جورج برباري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي سي برو للهندسة. فاصل قصير نتابع بعده حلقة اليوم، ونتحدث بالتفصيل عن فوائد الأبنية الخضراء والطلب عليها في المنطقة العربية. نتحدث اليوم عن الأبنية الخضراء، ونناقش مستوى انتشار هذه الأبنية ونمو الطلب عليها في المنطقة العربية. وكنا قد استطلعنا رأي الشارع حول مفهوم الأبنية الصديقة للبيئة وفوائدها. نتابع. المسؤولين يفكروا أنهم يعملوها في المدن الجديدة، لأن المدن الجديدة هي الأفضل في أن أنا أوفر المليارات اللي بتتصرف على الطاقة في المدن الجديدة
اننا ابدلها بالطاقه الشمسيه. البناء الصديق البيئي البنايات هي البنايات التي يتم هذا استغلالها مره ثانيه من اجل زرع لا ادري الاشجار النباتات على غرار ما يقع في مجموعه من الدول خاصه الدول الغربيه. بالنسبه لي انا كنعرف ان البنايات الصديقه للبيئه هي البنايات البديله اللي يمكن لها تعوض لنا واحد البدايات كتسلك لنا موارد نقدروا نستغلوا في حوايج اخرين، بحال نقدروا نخدموا الطاقه الشمسيه، الطاقه الكهربائيه، الطاقه الجويه الريحيه. هي واحد المجموعه ديال المباني اللي سوا تيكونوا بالمواد ديال البناء ديالهم، تيستعملوا الخشب ما تيستعملوش داك المواد، بعض المرات تيستعملوا شي مواد اللي غير قابله للريسيكلاج، دونك المواد اللي تتكون قابله للريسيكلاج كاين داك الابنيه، كاين داك السقوفه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت رئيس مجلس لبنان للأبنية الخضراء ربيع خير الله. السيد ربيع أهلا وسهلا بك في عالم الطاقة. يعني تابعنا بعض آراء المواطنين في أكثر من دولة عربية حول الأبنية الخضراء، هناك مستوى معين من الوعي، ولكن كيف يمكن أن نقيم الإقبال على هذه الأبنية المستدامة أو الخضراء إن كان من قبل الحكومات في المنطقة أو الشركات والمطورين؟ يعني بداية فينا نقول في مثل بيقول الحاجة أم الاختراع. يعني بس يكون عندنا نقص، يعني مثل بدول مثل لبنان عندنا نقص طاقة، عندنا نقص كهرباء، عندنا نقص مي، عندنا مستوى تلوث عالي، يعني صارت هالأبنية ضرورة، صارت أسلوب حياة، صارت ثقافة. يعني نحن عم نجرب أن نعمل توعية على كل المستويات، على مستوى المهندسين، على مستوى المطورين العقاريين، على مستوى الشارع، على مستوى تلاميذ الجامعات، هلا بلشنا على مستوى تلاميذ المدارس. عم نجرب ننشر هالثقافة ونحولها لأسلوب حياة. ما أبرز ما تصطدمون به سيد خير الله لنشر هذه التوعية ويعني تعزيز الإقبال على مثل هذه المباني؟ ما الذي يقف عائقا اليوم أمام انتشارها بشكل أكبر؟ يعني اهم ثلاث عوائق، اول شيء وهم الكلفه. كل العالم بتفكر انه كلفتها كثير عاليه وما بيقدروا لها. ثاني شيء القوانين، غياب القوانين، عندنا مشكله التشريعات يلي انذكرت قبل شوي، وثالث مشكله عندنا قصه تعقيد انظمه التصنيف. يعني بالمنطقه اكثر شيء منتشر نظام ليد الامريكاني او البريم الانجليزي، من هيك يعني انظمه معقده استوردت على المنطقه، تطبيقها عم بيكون مكلف وبياخد وقت ومعقد، عم بيخلي العالم تهرب منها. بدي احكي عن الكلفة، عن وهم الكلفة. عملنا دراسات بلبنان، فينا الكلفة تكون صفر زيادة، الكلفة إضافية تكون صفر لماكسيموم 10%. بس بدي اسأل قد ايه كلفة المبنى الرمادة؟ على إذا بناخد مبنى على عمره المفترض مينيموم 20 ل 25 سنة، شو كلفة تشغيله وإدارته مقارنة بالمبنى الأخضر؟ بدي اسال كمان شو كلفة تغيير المناخي؟ حكينا انه عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون صحيح. والابنيه يلي نحن بنعيش 90% بوقتنا بهالابنيه، قد ايه اثرها البيئي؟ قد ايه كلفة هالاثر البيئي؟ قد ايه كلفة الانحباس الحراري والتغير المناخي؟ وهذا الاثر الذي لا يقدر بثمن طبعا. من هيك يعني هيدا وهم بالوعي عم نجرب نتجاوزه. والمشكله بدنا قوانين، لانه المطور العقاري عم بفتش على ارخص مبنى. طيب بالقوانين بنعملها مواصفه، بتصير ملزمه هالمواصفه بكل الابنيه تكون موجوده. طيب سيد ربيع، هلا عندنا مشروع، تفضلي في لبنان يعني وعلى صعيد المنطقة بشكل عام، القطاع العقاري يستحوذ على نسبة لا بأس بها من التمويلات، يعني لدينا تمويلات من البنوك للمشاريع بشكل عام. هل هناك منتجات خاصة لتمويل الأبنية الخضراء مثلا في لبنان؟ نحن يمكن عندنا حظ بنظامنا المصرفي يلي كتير متطور، عندنا قروض خضراء. مصرف لبنان بضمن الاحتياطي يلي البنوك كلها عندها بضمن المصرف، عطيها امكانيه بتعطي قروض مدعومه ميسره ل 10 او 14 سنه بفوائد كثير مخفضه. لكل مشروع قائم عم بيتطور تيصير صديق للبيئه او صديق للطاقه، بوفر طاقه، او اي مبنى جديد عم بيكون مصنف او عم بيركب اجهزه تعتبر صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.
صار عندنا حوالي 300 مشروع بكلفة حوالي أكثر من 300 مليون دولار مدعومة بهالنظام يلي اسمه نيريا بلبنان. طيب حدثنا أكثر عن أبرز المبادرات التوعوية التي تقومون بها لنشر هذه الثقافة. ذكرنا أنه عندنا دائما دورات، مؤتمرات، محاضرات، نشرات على كل المستويات. يعني عندنا تعاون كثير وثيق مع نقابة المهندسين بلبنان، مع الجامعات، هلأ بلشنا مع المدارس، عم نعمل أندية خضراء بالمدارس، عم نجرب نرعيها ونطورها لهالأندية بالصفوف الثانوية. عم نعمل كمان قريبا، عم نحضر الافتتاح غرفة نموذجية خضراء تفاعلية لتلاميذ المدارس، بفوتوا من كل المدارس كل الصفوف بشكل مجاني، بيتعلموا كل عناصر الاستدامة، عناصر الأبنية الخضراء، بيشوفوها عم تشتغل قدامهم، بيتفاعلوا معها وبيتعهدوا انه يعملوا شيء بحياتهم تيطوروا هالثقافة. هل هناك مناطق قابلة أكثر؟ نعم، في مناطق قابلة أكثر من غيرها سيد ربيع ليكون فيها مباني خضراء؟ كل الأرض جاهزة وضرورة تكون فيها مباني خضراء. هلأ بالمدن لأنه كلفة البناء كتير عالية، من هيك كلفة إنشاء الأبنية الخضراء صارت كتير واطية، يعني لا تكلف أي شيء زيادة. برات المدن صارت الكلفة أكثر. بس في شغلة قصد بدي أقولها، قصة الوعي اللي صار عند المواطنين، صاروا عم بيطلبوا أبنية خضراء، وما ضروري المبنى الأخضر يكون مصنف، بمجرد أنه اللي عم بيشغله وعم بيعيش فيه وعم بيستعمله وعم بيرتاح فيه. يعني في شغلة نحكى كثير عن الطاقة والمي والموارد، بس ما نحكى أنه المبنى الأخضر كمان مبنى صحي، مبنى سليم، من المواد اللي فيه منا مسمة منا مضرة، التهوئة اللي فيه كثير صحية وسليمة، من هيك يعني مبنى مريح. هذا شيء كمان بخلي المشغل أنه يطلبه. عملية التشغيل، ذكرتي حضرتك كمان قبل شوية التشغيل، يعني فينا نعمل مبنى يكون رمادي نشغله بطريقة خضراء، مثل كمان مبنى أخضر ومصنف أخضر ممكن بالغلط يتشغل بطريقة رمادية ويرجع يصير رمادي بعد سنتين ثلاثة. من هيك عملية التشغيل شغلة كتير مهمة وأساسية، التشغيل والصيانة. من هون يعني كمان بنحكي أنه هيدي أسلوب حياة، المبنى الأخضر أسلوب حياة، نحن عم نجرب ننشر هالأسلوب، نعممه من تلاميذ المدارس وطلوع. شكرا. حتى يكون نحن عم نبني الإنسان الأخضر قبل الحجر الأخضر. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس لبنان للأبنية الخضراء ربيع خير الله. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة. إلى اللقاء.